فضيلة الشيخ عطية صقر، كيف يبدأ المصلون في إتمام الوقوف للصلاة؟ وهل يكون إتمام الصف من اليمين أو من المنتصف؟ قال العلماء: إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام ندبا لا وجوبا، فإن كان المأمومون اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام، ويندب أن يكون في وسط القوم، فإن وقف عن يمينهم أو عن يسارهم فقد خالف السنة وإن كانت الصلاة صحيحة. وإذا جاء مأمومون للصلاة ووجدوا الصف الأول ناقصا، صف بعضهم عن اليمين والبعض عن الشمال ليكون الإمام في الوسط. وإذا وجدوه كاملا قال جماعة: يبدأ الصف من جهة اليمين، لحديث أبي داود وابن ماجه: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وقال جماعة آخرون: يبدأون الوقوف خلف الإمام ثم يكمل من اليمين أولا ثم اليسار. أما إذا حضر الشخص ولم يجد سعة ولا فرجة في الصف الأول فإنه يقف منفردا، ويكره له جذب أحد، وقيل يجذب واحدا من الصف. وأنبه إلى أن الأمر سهل لا تنبغي زيادة الخلاف فيه، والله أعلم.